يا عم هو الجمع بتاع مين؟ لا يا عم هو الجمع بتاع مين؟ يا عم ادخل شرب خمره وسجاير ودخل يا عم هو الجمع ده جمالك انت ادخل تعال بس ادخل لا لا يعني اخش وشرب خمره كده جمالك انت يا عم انت تشتري بقى اشرب قلت لي بقى اعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يرفض يا عم ولا فيكم ولا ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول انا فزوت يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل لها ده عقل صوت يا عم والجمع خلاص خلاص جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى تعالى بس كبس بقى ايه ده لا 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 قول لي كده شو الموضوع ثلاث مرات بعد كده ممكن ثلاث مرات مضمضه مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولبس سجاير قرر بالسجارة دي وصلت على الجرح لا صح يا شيخ لا صح يا شيخ طب مش معك انا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا الضالين آمين إنه كان توابا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كابتن قلت لي خليه يصلي او دينا في الصلاه لا لا بقول فتره يا عم اكيد عايش لا 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 اكيد بنفسه قوم يا عم من نومك بنوم وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد كده كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير